للوقوف أكثر على النفوذ الإيراني في سوريا من خلال الميليشيات الموالية وتحركها في الحسكة وأهدافها منه. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بك سيد ياسر. بداية، من المعلوم سعي إيران لتوسيع نفوذها في سوريا، لكن بما تفسر تحركاتها الأخيرة في محافظة الحسكة على وجه التحديد؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. يعني بتصوري هذه خطة من خطط إيران طوال السنتين الماضيتين في إعادة التموضع. نعلم جميعا أن إيران تعيد حساباتها في فرض نفوذها العسكري على المساحات السورية، لذلك هي تجد أنه من الضروري أن تغير أماكن تواجدها وإعادة التموضع، خصوصا في المناطق التي ترى فيها مصالح استراتيجية. أنا أتكلم عن المناطق الحدودية السورية العراقية التي هي تعتبر نقطة اتصال مباشرة لخطوط الإمداد الإيرانية للعمق السوري، وأيضا لخطوط إمداد حزب الله عبر الأراضي السورية. نعم. طيب، إلى أي مدى ترى أن تلك التحركات في الحسكة ستقلق تركيا كما أمريكا مثلا؟ يعني بتصوري هذه الخطة أو هذه الخطوة على وجه التحديد ما كانت لتكون لولا هناك تناغم ما بين إيران وتفاهم روسي ومع نظام الأسد على وجه التحديد. نعلم أن يعني إعادة التموضع هذه ستكون في مناطق نفوذ النظام في محافظة الحسكة. بتصوري روسيا تستفيد أيضا من هذا التموضع كونها يعني تستثمره في عملية الضغط على ما يعرف بقوات البي واي دي نتيجة المفاوضات التي لا يعني لا تصل إلى نتائج. وأيضا بالنسبة لموضوع تركيا، تشعر إلى أن تواجد إيران على الحدود التركية يمكن أن يخلق شرخ أو مشكلة في النفوذ، سيما وأن هناك علاقة ضمية يعني تم استثمارها ما بين إيران وقوات البي كي كي التي يعني التنظيم الإرهابي التي تصنفه تركيا. وأيضا أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بعين الريبة إلى مساحة النفوذ التي تتمدد فيها إيران ضمن مناطق النفوذ الأمريكية. بتصوري روسيا توجه رسالة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية على أنها تتأخر في عملية الانسحاب، وأنها يمكن أن تخلق لديها جو جديد يمكن أن يشعل يعني نوع من التوتر ويحيج الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإسراع في عملية الانسحاب. إلى سؤال آخر، يعني هل تتوقع مثلا تحركا مشتركا بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يكون هدفه وقف التمدد الإيراني في المحافظة مثلا؟ يعني بتصور الولايات المتحدة الأمريكية لم تعتمد ابتداء على قوات تركيا في أي عملية عسكرية في الداخل السوري أو في العمق السوري. ما تزال القوات يعني فيما إذا وجدت هذه القوات في منطقة كوكب يعني المكان الذي من المفترض أن يكون هناك تواجد يخلق ضغط في محافظة الحسكة هو بعيد عن الحدود التركية. بتصور الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تضغط من اتجاه روسيا أو أنها تحتاج إلى تسوية معينة، خصوصا عندما نعلم أن هناك مفاوضات يعني ما تزال يعني تجري في خصوص الاتفاق النووي 5001. سيد ياسر، فيما يبدو أن الروس أيضا رافضون لذلك التمدد الإيراني في الحسكة، باعتقادك هل ستقف روسيا أمام محاولات إيران وميليشياتها بناء قاعدة ثابتة لها في الحسكة مثلا؟ يعني تصوري روسيا يعني ما كانت لتسمح لإيران أن يكون لها هذا التموضع الجديد لولا أنها يعني راضية، ولكن لا تريد أن تظهر هذا الأمر كون كما ذكرت ستكون هي في حال تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تمدد النفوذ الإيراني باتجاه القواعد العسكرية الأمريكية. أما بالنسبة لموضوع استمرار تواجد إيران على حساب النفوذ الروسي، أنا بتصوري هناك توافق ما ليس صفريا، تحاول إيران أن تتمدد على حساب النفوذ الروسي، ولكن في النتائج يعني تكون روسيا محسنة أو تستطيع ضبط هذا التمدد الإيراني. في نهاية الأمر أنا أرى أن إيران كل ما يهمها هو أن يكون شريط الحدود من التنفح وحتى البوكمال هو تحت السيطرة الإيرانية. إلى السؤال الأخير سيدي ياسر، يعني في ظل لعبة الكراسي تلك لوضع قدم وتثبيت النفوذ، إلى أي مدى ترى أن الأزمة السورية في طريقها إلى الحل بمؤتمرات صياغة الدستور أو مثلا بترتيب انتخابات؟ بتصوري بالنسبة لموضوع اجتماعات ما يعرف باللجنة الدستورية، حتى اللحظة لا يوجد تحديد إلى جلسة قادمة، حتى بيدرسون كان الراعي المفوض في هذا الأمر، وهذه الوظيفة الوحيدة التي يشغلها حاليا كون أن مسار جنيف معطل. أنا بتصوري لم يصرح بيدرسون بعد زيارة دمشق على الموعد
قريب حول اللجنة الدستورية. إذا مسار اللجنة الدستورية لا يزال في حيز التجاذب ما بين النظام وما بين الأمم المتحدة، والراعي الروسي يعني راض عن هذا التجاذب، بتصوري لن يكون هناك أيضا يعني تفاؤلا في مسار اللجنة الدستورية لا من خلال الشعب السوري، وليس من وظيفة اللجنة الدستورية أن يكون هناك خريطة حل سياسي. أما بالنسبة لموضوع خريطة الحل السياسي بالمجمل، وهو توافق روسي أمريكي كما يسوق في الآونة الأخيرة، أنا بتصوري حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لا تصرح بشكل واضح وجلي حول أي مسار أو دعمها لأي مسار مباشر في طريقة الحل السياسي. روسيا ما تزال مصممة على إبقاء الأسد وفي حال تجاذب حول مساحة النفوذ، يعني الضغط على النفوذ الإيراني. أنا بتصوري حتى هذه اللحظة الأمور مجمدة، لا يوجد خريطة حل واضحة. من إسطنبول كنت معنا عبر سكايب المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.